السلام عليكم. هسه نتكلم عن فكرة مهمة كثير، اللي هي الفكرة اللي هي زي مثل سؤال 73. هذا السؤال طبعا احدى السنوات على الفصل الأول الماضي. هذا السؤال معي أنا حركة دائرية، يعني في عندي تسارع نورمال، عندي تسارع تانجنت، وطالب مني أوجد الراديال وترانسفيرس كومبوننت، يعني بده اي ار واي ثيتا. طب انت لما تشوف هيك أسئلة كيف بدك تتعامل مع هذا النوع؟ انه انا معي اي ان واي تي، وانا من وين بدي اجيب هذلاك؟ يعني في بعض الاسئله بالمانيول، في عندي طالب مني ثيتا دوت، ثيتا دبل دوت، ار دبل دوت، طيب هذول كيف بدي اجيبهم لو طلب مني الاسئله زي هيك؟ طيب بنقرا السؤال. في عندي كولر بتحرك على مسار دائري، وزنه 1.5 كيلوغرام، بحكي لي مربوط بزنبرك، يعني زنبرك معناه هون بالمادة الفيرست راح يكون يعني حبل تنشن عادي تنشن. ايش بحكي لي؟ بحكي لي انه اذا عرفت انه التنشن بالحبل، يعني اعطاك التنشن مباشرة بيساوي 70 نيوتن، وحكى لي سرعة الكولر لما توصل النقطة A، سرعة A يعني زي ما نحكي بدها تساوي 3.8 متر لكل سكند. حكى لي اوجد بهاي اللحظة يعني عند A، اوجد الراديال والترانسفيرس كومبوننت للاكسلريشن. طبعا هاي النقطة A، هاي النقطة A، فانا ايش بدي اعمل؟ بدي احكي له هاي النقطة A، هاي النقطة A، في عندي لو بدي احللها في عندي الها نورمال، وفي عندي الها ام جي، في عندي الها شد زي هيك مايل، وفي عندي الها تنشن زي هيك. الزاوية انا بدي اطلع الشكل، عندي الزاوية اللي راح تكون لما يوصل الحبل هون، يصير الحبل زي هيك، اللي هي الزاوية هاي نفسها. هاي شو بدها تكون؟ تان انفرس 125 على 175 زائد 125، بتطلع معي على الآلية حاسبة اللي هي الزاوية 22.619. ثيتا تساوي 22.619، وان يعني هاي 22.619. نرسم رسمة التسارعات، رسمة التسارعات. في عندي نورمال باتجاه المركز، هو حكالي بالنسبة لل، وفي عندي تانجنت باتجاه الحركة. طيب شو بدي احكي له؟ بدي اوجد اي ان. اي ان بتساوي ايش؟ في تربيع ارو، في اعطاني اياها عند اي 3.8 تربيع على رو اللي هي 0.125. طبعا لازم ننتبه للوحدات، مليمتر متر كذا. بيطلع معي على الي حاسبة 115.52 متر لكل سكند تربيع. ننتبه للوحدات لانه الدكتور بخصم علينا علامتين. طيب هسه الاي تي كيف بدي احسبه؟ بدي اوجد من سيجما اف اكس، لو فرضنا لهذا الاتجاه موجب، شو بده يساوي؟ اي تي في ام. شو بده يكون عندي؟ تي كوساين الزاوية 22.619، في عندي قوة ثانية لا، بيساوي ام في اي تي 1.5 في اي تي، طبعا هاي 70، فبطلع معي اي تي تساوي 43.077 متر لكل سكند تربيع. طيب انا هسه وصلت لهون، صار معي اي تي واي ان. طيب انا بده اي ار واي ثيتا، شو بدي اسوي؟ لو لاحظ الشكل معطيني هذا الاشي اسمه ار، هذا الار يعني محور ار، محور ار بس لما يصير هون بصير زي هيك. فانا هسه بدي اوضح رسمة التسارعات، توضح رسمة التسارعات واعمل كيف؟ احكي له هذا المحور وهذا المحور، هذا المحور اسمه النورمال، وهذا المحور اسمه التانجنت، هذا المحور الموجب وهذا المحور الموجب زي هيك. هسه محور ار بده يكون اللي هو الحبل نفسه التنشن، يعني بيكون مايل زي هيك. كم الزاوية مايل فيها؟ مايل بزاوية 22.619، وهذا ايش؟ محور ار الموجب. طيب شو في عندي كمان؟ في عندي محور ثيتا بكون عمودي على الار، كيف عمودي عليه؟ زي هيك، هذا ثيتا الموجب لفوق هيو. شو صار عندي؟ إذا هاي الزاوية 22 وهاي 90، بضل عندي هاي المتممة، المتممة اللي هي 67.381. إذا هاي 63.81، هاي بدها تكون 22.619. طيب هاي شو بدها تسوي؟ المتممة 22.619. طيب شو بدي أعمل هسا؟ أنا معي نورمال لهون، هذا النورمال لفوق، وفي عندي التانجنت جاي لهيك اي تي. فهسه انا بدي اوجد ار وثيتا، اي ار واي ثيتا. شو بدي اعمل؟ بدي امسك النورمال احلله على ار وامسكه على ثيتا، وامسك التانجنت احلله على ار واحلله على ثيتا. طيب بنحلل اي ان، في عندي مركبه على محور ثيتا اسمها اي ان، اي ان كم؟
كوساين الزاوية كوساين 22.619. وعندي على هذا المحور طبعا إذا هي 22 هاي بتكون 67 متمم إلها لأنه زاوية قائمة. كم هاي؟ AN كوساين 67.19 اللي هي. طيب وفي عندي التانجنت عندي لهيك لفوق عندي AT كوساين 22.619 وعندي النورم AT لتحت لو بدي اكتبه هون AT كوساين 67. فأنا هسه بدي أقول له سيجما اف ار سيجما اف ار شو بدي يساوي سيجما اف ار؟ في عندي اي ان اللي هي 115.52 كوساين 76.19 شو كمان في اضافة لها؟ الاي تي يعني هاي الشكل كامل صار عندي هاي اي تي زائد اي تي طلعته انا 43.077 في كم؟ في كوساين 22.619 بدي احسبه بيطلع معي 84.19. كيف اتجاهه؟ كيف اتجاهه؟ اذا هذا موجب وهذا موجب موجب بيكون اتجاهه هيك اللي هي بزاوية 22 عن المحور النورمال. طيب بضل معي اي ثيتا اي ثيتا في عندي اي ان كوساين 22 سيجما اف ثيتا عندي اي ان اللي هي 115.52 شو بدها تساوي؟ كوساين 22.619 وفي عندي اي تي لتحت بالاتجاه السالب سهمها لتحت يعني سالب شو بده يساوي اي تي اللي هو 43.077 في كوساين 67.381 اللي مش عارف شو هي ناقص 43 المهم بيطلع 90.067 اتجاهه كيف؟ هاي الـ AN و AT انا جمعت يعني طرحت طلع هذا مع الاكبر معناته اتجاهه هيك. هسا ايش؟ هذا AR وهذا A ثيتا هذا المطلوب. يعني عرفنا كيف نطلع AR و A ثيتا من الحركة الدائرية. هاي الافكار تنطبق بالعادة على السؤال زي هيك لو طلب مني راديو ترانسفيرز وطلب مني على الحبل المائل زي هذا السؤال يعني واي شيء بيطلب فيه مثلا فجأة طلب منك السؤال يعطيني ار دوت ار دوت كيف تطلعها بس بصير بلش اخذ سيجما اف اكس وسيجما اف واي واعوض ب AR معي وبحط ار دوت ار دبل دوت ناقص 2 ار دوت ثيتا ار ثيتا دوت تربيع مثلا مثل هيك. في طريقة ثانية لحل هذا السؤال هي زي طريقة حل المانيوال وانا بنصحش فيها انه اخذ الماجنتيود للتسارع كامل يعني جذر التربيع الى اي ان تربيع زائد اي تي تربيع واخذ الزاوية اللي بعملها مع المحور بعدين احلل الماجنتيود هذا الار والثيتا. طيب انا ما بعرف